عليكم ورحمة الله. بسم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، يعني دي أولى حلقاتنا بإذن الله تعالى بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا رمضان وصالح الأعمال، وأن يثبتنا على الإيمان والتقوى بعد رمضان بإذن الله. ومن الحاجات المهمة جدا لازم قبل ما نتكلم عنها، واحنا داخلين طبعا على درس خطير جدا في كتاب تزكية النفوس، وكتاب رائع للشيخ أحمد فريد ربنا يحفظه يا رب. من النقاط المهمة جدا اللي احنا لازم نأكد عليها يا شباب موضوع الثبات على الطاعة بعد رمضان. موضوع الثبات، لأن جري كم أسئلة واستفسارات خطيرة جدا. أحيانا البعض ممكن يظن من نفسه إن هو يعني عنده نفاق لا قدر الله، أو إن هو كان في طاعة عالية ودلوقتي بقى في فتور في العبادة وأداء الطاعة والعبادة. يعني كل ده وارد، كل ده وارد. إحنا نفس بشرية، إحنا بشر مش ملائكة، إحنا بشر. وقد يقع المؤمن في ذنب ومعصية، قد يعتريه بعض الفتور بعد عبادات وطاعات جليلة. يعني كل ده وارد. يظل في الآخر طب أنا أعمل إيه؟ أنا أحاول أن أكون حريص بقدر الإمكان على الثبات على الطاعة. وارد أن يحصل فتور، وارد. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فده وارد انه يحصل، وارد انه يحصل. لكن اللي مش وارد، الوارد اللي مش وارد في قاموس المؤمن ان هو يستسلم، اللي مش وارد في قاموس المؤمن ان هو يقول لا انا كده هكتفي بهذا القدر وانا مش قادر اكمل الطريق، لا والله الطريق صعب عليا وانا مش قادر اكمل. هي هنا المشكله، المشكله الحقيقيه في الجزئيه دي. اما اذا الانسان يستمر على طاعه وعلى عباده، هو ده الاصل اللي احنا نريد ان نستمر عليه باذن الله. عشان كده قالوا قديما علماء السنة في هذه المسألة إن علامة قبول الطاعة طاعة بعد طاعة. ولذلك قال تعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فالثبات على الطاعة ده أمر مهم جدا. النجاح سهل، الثبات على النجاح هو الصعب. إن الإنسان يصل لدرجة من درجات التقوى إن شاء الله بإذن الله سهلة، لكن الثبات على طريق المتقين هنا الصعوبة. عشان كده يعني نصيحة، يعني لازم نحارب، بمعنى كلمة نحارب، الذنوب المعاصي. لان الذنوب المعاصي هي اللي بتاكل من ايمان المؤمن، وبتخليه بعد كده العباده تبقى تقيله قوي على قلبه، يبقى صلاه الفجر تقيله على قلبه، انه يقرا قران تقيله قوي على قلبه، ان هو يستمر على الصحبه الصالحه وطلب العلم دي تقيله قوي على قلبه. حبيبي عصام ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. فبالمهم جدا اللي بيحصل فعلا احيانا بعد عبادات جليله قدرها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حتى يصل للطريق، لان زي ما قلنا قبل كده الطريق إلى الله طويل والزاد قليل، فما السبيل؟ طريق إلى الله طويل والزاد من الطاعات والعبادات عشان نصل لله سبحانه وتعالى قليل، فما السبيل؟ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، يا أولي الأفهام، يا أولي العقول، يا أولي النهى. فأنا لازم أفهم طبيعة الطريق. إيه طبيعة الطريق؟ طبيعة الطريق أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أحيانا بنبقى في رمضان يبقى كيرف الطاعة طالع كويس جدا، بس طالع جماعة. بعد رمضان احيانا بيحصل سقوط حر. خدوا بالكم من السقوط الحر، خدوا بالكم من الانتكاسات اللي ممكن تبقى بعد ايه، بعد رمضان، بعد عباده جليله وطاعه جليله، يبدا يحصل ايه، انكسار وسقوط حر. هنا الكارثه، هنا المشكله. طب انا عشان ما يبقاش فيه سقوط حر، طب هيبقى فيه هبوط؟ غالبا فيه هبوط، قله قليله اللي ربنا قدر ليها ان بعد ما وصل لقمه الجبل في رمضان فضل مكمل وطالع او على الاقل ثابت، دي قله قليله. لكن الغالب الأعم من ملايين المؤمنين إن بعد ما بيوصل لقمة الجبل بيبدأ إيه؟ يحدث بعض الهبوط. أنا عايز بس الهبوط، ولا يبقى هبوط حاد شديد جدا، ولا يبقى سقوط حر. أنا عايزه لو فيه هبوط يبقى هبوط خفيف، هبوط خفيف. زي بالظبط الطيار لو هو طاير في الطيارة بتاعته كده، وقال مرة واحدة يا جماعة اربطوا الأحزمة داخلين على مطبات هوائية. الطيار ده لو بيعرف يسوق كويس وعنده خبرة كويسة هيعمل إيه؟ هيبدا لو اللي عنده تكتلات هنا في السحب وهو عايز يفديها، هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا ينزل بالراحه كده لغايه ما يعديها ويطلع تاني ان شاء الله باذن الله. لو هو ما عندوش خبره وما خدش باله واخطا وتوجه بقمه مقدمه الطياره، توجه بيها بزاويه حاده شويه، ايه اللي هيحصل؟ غالبا هيبقى ممكن يبقى سقوط حر، وممكن يبقى هبوط شديد جدا حاد ما يقدرش يطلع تاني بالطياره فتقع. فخدوا بالكم من الحته دي. يعني بلاش نركن على اعمالنا، وندعو الله سبحانه وتعالى دائما وابدا بالثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اكثروا من دعاء نوح عليه الصلاه والسلام في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اكثروا من لا حول ولا قوه الا بالله، كنز من كنوز الجنه. اكثروا من الصلاه على المصطفى
صلى الله عليه وسلم، كل دي أسلحة ودعاء يثبت للمؤمن في الطريق. ومن رحمة ربنا بينا أن جعل حتى لا يكون الهبوط حاد، حتى لا يكون في هناك هبوط حاد، جعل هناك صيام 6 من شوال. ليه؟ حتى لا يكون الهبوط حاد. يبقى أنا وصلت لقمة الجبل وخلاص 30، طب هفطر أول يوم في رمضان، من تاني يوم يلا ابدأ عشان الهبوط هيبدأ يحصل، ابدأ يلا كمل صيام 6 من شوال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنه صام الدهر. 30 يوم صيام في رمضان وستة من شوال، يبقى 36 في 10، الحسنة ب10، يبقى 360، يبقى كأنه صام الدهر، صام السنة كلها. لو صام رمضان أتم صيام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال كأنه صام الدهر. ليه بقى ال6 من شوال دول؟ 6 من شوال دول والله فيهم معجزة فعلا، يعني ربنا يوفقه فعلا هو يقدر يتم صيام رمضان ويتبعهم ب6 من شوال، فيهم معجزة. ليه؟ الهبوط مش هيبقى حاد، مش هيرجع مرة واحدة هيتفلت ويرجع للحرام والأكل الحرام ونظر الحرام والكلام في الحرام لا، ال6 من شوال هيحموه، هيحفظوه، هيرجعوه تاني للصحبة الصالحة، مش هيرجع يتفلت ويرجع لصحبة السوء. فدي يعني كانت مقدمة مهمة جدا نتكلم عنها في الثبات على الطاعة بعد رمضان، لأن قد يعترينا بعض الفطور. لسه كنت بتكلم مع حد من الإخوة النهاردة الصبح، وأخ ولحسابه على خير وحبيبي في الله وكل حاجة، لكن بيقول لي أنا حاسس أنا يعني إيه طالع من رمضان كده ومخنوق شوية. قلت له مين سمعك؟ ما أنا زيك، ما إحنا كلنا بيحدث لنا بعض هذا الفطور بعد عبادات جليلة. ممكن يبقى راجع من عمرة وعبادة جليلة جدا وتلاقيه راجع كده في خمول في تعب، راجع من حج وفي خمول وفي تعب، عمل عبادة كبيرة جدا وصيام رمضان، راجع في شوية فطور ده شيء طبيعي فطري، إحنا بشر. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أنت مش منافق، حضرتك مش منافق، عشان ما يجيش الشيطان يقول لك الله بس ده انت كنت منافق وعامل لي بس بتقرا قران وبتبكي في خيام الليل وجاي دلوقتي تعمل، اي احنا بشر. طب اعمل ايه؟ ان الله لا يمل حتى تمل. يبقى اول حاجه لازم اذا وقعنا في ذنب او معصيه نتوب لله سبحانه وتعالى من فور ونستغفر ولا نمل ابدا من التوبه. يعني واحد من الشباب بعت لي من كام يوم بيقول لي يا شيخ انا يعني ايه انا بعد رمضان وقعت في كام ذنب وبصراحه مستحي ان انا استغفر الله. ياه، مستحي تستغفر الله ليه؟ والله اصل يعني كل شويه بعمل الذنب واتوب واعمل الذنب واتوب، فانا مستحي اتوب. طب بتستحي تعمل الذنب مش تستحي تتوب؟ يعني الشيطان يجي يقول له يا اخي الله عملت الذنب والمعصيه وتوب وتعمل ذنب ومعصيه وتوب وتعمل ذنب ومعصيه وتوب، ايه يا اخي؟ استحي بقى من ربنا. طب اعمل ايه يعني؟ ما تتوبش؟ انت لو مش هتستحي، لا انت لو بتستحي فعلا فعلا خلاص سيب الذنب، سيب الذنب خلاص، حضرتك سيب الذنب، حضرتك سيب الذنب. ده الاستحياء فعلا. الواحد بقى بيستحي من ربنا ان كل شويه يعمل الذنب ويتوب، مش يستحي انه يتوب، لا يستحي انه يعمل الذنب. ان الله لا يمل حتى تمل، اي ان الله سبحانه وتعالى لا يمل من مغفره الذنوب طالما لم يمل العبد من طلب المغفره من الغفار. احنا بشر ووارد ان احنا نقع في ذنب ومعصيه. الفرق بين المؤمن التقي اللي على درب المتقين والمؤمن اللي في غافل وذنوبه معاصي ومسترسل، ان ذنوبه معاصي ده مصر على الذنب والمعصيه، بيقول انا السجاير مش هسيبها، انا المخدرات مش هسيبها، انا النساء اللي بكلمها في الحرام مش هسيبها، اكل الحرام والرشوه ده ما اقدرش اسيبه، ده مصر على الذنب والمعصيه. اما المؤمن التقي لما بيقع في الذنب والمعصيه بيتوب، بيفوق بسرعه، ازاي انا اعمل كده؟ ويتوب ويستغفر، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلمون ان ده حرام وما صروش على الذنب، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. دي من صفات المتقين، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طب إيه جزاؤهم؟ أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ده من صفات المتقين إن هم قد يخطئوا، قد يقعوا في الذنب، طب لو وقعوا ما بيصروش، ما بيجهروش بالذنب. ودي من الحاجات المهمة جدا، أنهم لا يجهروا بالذنب، لا يجهروا، بيستتروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي معافى الا المجاهرون. واحد طالع بقى كده ويقول يا جماعه اتفرجوا على الفيلم بتاعي، اتفرجوا على الاغنيه بتاعتي، يلا المهرجان الجديد، عمال يدعو فرحان بالذنوب والمعاصي وبيدعو الناس كمان ان هم يعملوا زيه ويقلدوه. اه ايه ده بقى؟ لكن المؤمن لو وقع في ذنب لا بيستغفر، لا بيتوب، لا رجاع وقاف، بيوقف عند حدود الله، ولما يغلط ولما تغلط يرجع ويراجع نفسه ويقول ايه ده؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا الاعمال قبل ان توزن اعمالكم. وعشان كده احنا بنتكلم على احوال النفس. كتاب جميل جدا، كتاب تزكية النفوس، فيه معاني خطيره جدا جدا. ان شاء الله نجتهد مع حضراتكم النهارده ان احنا يعني ننجز في الجزئيه اللي انا عايز اتكلم فيها، احوال النفس
وكيف نحاسب النفس؟ ازاي احاسب نفسي؟ اعمل ايه؟ طب وانا بعمل ذنوب ومعاصي اعمل ايه؟ طب انا مقصر في العبادات والطاعات، طب اعمل ايه؟ ازاي احاسب نفسي؟ بصوا بقى الحته دي. اتفق احنا في صفحه 55 في كتاب تزكية النفوس. انا بس تابعوني بعد اذنكم، اول ما العشاء اتاذن بس يتابعوني ان شاء الله. انا طبعا انا المواعيد ملخبطه ومش عارف بصراحه اظبط لسه المواعيد، لان لسه داخلين على التوقيت الصيفي، فقعدت فتره كبيره اخلي الدرس من 6 ل 7 ولا اخليه بعد صلاه المغرب للعشاء، فلسه مع تغيير الوقت الصيفي غالبا الميعاد الدرس هيتغير، بس يعني ان شاء الله دينا ماشيين مع بعض كده واحده واحده والله المستعان. اتفق السالكون الى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم، على ان النفس قاطعه بين القلب وبين الوصول الى الرب. النفس واقفه في النص ما بين القلب الضعيف، هذا القلب الضعيف، وبين الوصول لله سبحانه وتعالى، وانه لا يدخل عليه سبحانه ولا يصل اليه الا بعد اماتته، بعد ما هيموت نفسه. هيموت نفسه في سبيل الله، مش بتكلم دلوقتي على الجهاد، بتكلم على ان هو هيروض نفسه، هيموت نفسه عشان تبقى معاه على الضرب، ما تبقاش حائل بينه وبين الوصول لله، وتركها بمخالفتها والظفر بها. بص يا شباب، حاجه قلتها وبقولها وهقولها على طول، لان هو فعلا فكرت فيها كتير، ملهاش حل غير كده، ودي يعني اقتباسات. نفسك ان لم تشغلها بالطاعه شغلتك بالمعصيه. حوطوا نفسكم، حوطوها كده، اعملوا جدول كده لنفسكم، السبت انا بعمل كذا كذا، الحد بعمل كذا كذا، الاثنين، وحطوا دروس دعويه، وحطوا تعليم الناس الخير، وحطوا عمل خيري، وحطوا شغل، وحطوا زوجه، وحطوا زوج، وحطوا اولاد. املوا جدولكم بالطاعه، لان انت حضرتك وحضرتك كل واحد فينا عنده 24 ساعه، يا تملاها بطاعه يا هتملكها بمعصيه. نفسك ان لم تشغلها بالطاعه، لو انت ما شغلتهاش بالطاعه هتشغلك هي بالايه؟ بالمعصيه. فتلاقي الشباب اللي ما عندوش هدف ومش حاطط جدول، ماسك الموبايل في ايده وبالساعتين ثلاثه كل يوم، اعرف ناس بتقعد بالساعات ماسك الستوري وماسك الفيس وماسك الانستجرام وماسك التيك توك وماسك، عمال يطلع من الابلكيشن يخش في ابلكيشن بالساعات، هو ما عندوش هدف. يعني انا ممكن اعمل كده بس ابقى داخل اتفرج على درس معين، عايز اتعلم حاجه اداريه تفيدني في شغلي، عايز اتعلم حاجه في التسويق، حاجه في الماركتنج، طب انا عايز درس دعوي، طب عايز اخلص مع الشيخ الفلاني كتاب فلاني، داخل محدد هدفي انا عايز اعمل ايه. ولو يعني حبيت اتفرج كده شويه وقت كده معين، طب 5 دقائق، طب 10 دقائق، طب ربع ساعه، لكن تخيل واحد بيقعد 3 4 5 6 ساعات وهو ما عندوش هدف. لو ما عندوش هدف في الغالب هيتفرج بقى على اغنيه، هيتفرج على رقصه، هيتفرج على موسيقى، هيسمع مش عارف ايه، عمال يقلب يقلب يقلب، كل تقليبه هيثبت عليها ثانيتين ثلاثه وهي خطا، ذنب من ذنوب. طب وكل ايه هيسمعها وكل حديث وكل دعوه دي حسنه في ميزان حسناته. فلازم يبقى الواحد فعلا شاغل وقته بطاعه الله. والناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته واهلكته وصار طوعا لها تحت اوامرها، وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقاده لاوامرهم. القهر النفس ده، وان انا اخلي نفسي بدل ما هي نفس اماره بالسوء، ان النفس لاماره بالسوء، بدل ما هي نفس اماره بالسوء او نفس لوامه، تبقى نفس مطمئنه وساكنه مطمئنه بالطريق الى الله سبحانه وتعالى، ده محتاج مجاهده ومحتاج صبر وتعب وشقى. يعني الواحد مش هيبقى في ذنوب ومعاصي هيدوس على زرار هوب يتحول يبقى طاقي ما بيقومش على السجاده، لا ما بيجيش كده. ممكن تيجي كده احيانا مع بعض الناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص كان في صحابه للنبي صلى الله عليه وسلم وفعلا فعلا داسوا على الزرار تحول عن نقيض في لحظه. سيدنا عمر الخطاب في نفس اليوم بيضرب اخته وعايز يقتل النبي، بعدها بساعتين سبحان الله الفرقان، فاروق الامه سبحان الله. ويبقى يوم دخول سيدنا عمر الخطاب الاسلام واشهاره الاسلام ده يوم عزه للاسلام، ده كان لسه من ساعتين ضرب اخته وضرب جوز اخته وكان هيمسك الايات يقطعها وعايز يقتل النبي، بعدها بسنتين انشرح صدره للاسلام ودخل وقال الشهادتين وراح شهد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على الشهاده وعلامه دينيه رسول الله لسنا على الحق وليس هم على الباطل، وخرج هو سيدنا حمزه في صفين يطوفوا حوالين الكعبه. وكان أسوأ يوم مر على اهل مكه لما علموا ان سيدنا عمر دخل الاسلام. دي بقى يعني حالات خاصه جدا، نموذج ويحتذى به واسوه وقدوه. خلينا نتكلم على القاعده العامه، القاعده العامه محتاجه مجاهده، محتاجه صبر، محتاجه تعب، محتاجه شقه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين الى الظفر بانفسهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح. نفسك يا تركبك، يا نفسك
تركبك يا انت تركبها، حد فيكم انتوا الاثنين هيركب، يا انا هسوق نفسي وبالتالي هوجهها للخير اللي انا عايز اوصل له وللهدايه اللي انا عاوز اوصل لها، واهدنا الصراط المستقيم. فاحيانا بتجدني كده، احيانا تجدني كده، لكن انا اللي سايقها او انا المركوب ونفسي اللي سايقه، نفسها في الحرام، منطلقه في الحرام، عايز اكل حرام، كل حرام، عايز رشوه ماشي، شهاده زور شغال، نساء في الحرام يلا، موسيقى واغاني ماشي، طب كوتشينه ونقعد على الكافيهات ونقعد نلعب طاوله ونقعد نلعب بالزهر سنين حياتنا يلا شغال معاك، طب شيشه ماشي، سجاير ماشي، طب صحبه سوق، يا سلام ايه الحلاوه دي، هي اللي سايقه. فانت اختار بقى، تحب تبقى انت اللي راكب ولا تبقى انت اللي مركوب لنفسك؟ عشان كده الايه وضحت الموضوع ده وحسمته فعلا. ومن ظفر به نفسه خسر وهلك، قال تعالى في سوره النازعات: فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ها اختار بقى، اختاري طريق واضح، طريق واضح. واحنا احيانا بنخطئ، احيانا بنقع في زلات ونقع في ذنوب ومعاصي، لكن في فرق بين واحد رجاع قوام، واحده وقع في ذنب ثابت بسرعه، واحد وقع في ذنب تاب بسرعه ولم يصروا على ما فعلوا زي ما قلنا، واحد دايس بنزين حرام حرام بس انا نفسي مرتاحه كده. طب ما الناس كلها بتعمل كده، انا كتير ممكن ابقى بكلم حد يقول لي طب شيخ انت بتتكلم في الناس كلها بترشي، لما الناس كلها، هو في واحده محجبه النهارده واحنا بنشوف اصلا محجبات في الشارع، ما كل الناس لابسه كارينا وضيق وبنطلون جينز، ما هو ده الحجاب اللي موجود عندنا دلوقتي، كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده، كل الناس بتعمل كده، هي ده الخطا. هنا الكارثه الحقيقيه، ان انا استهين بالذنب وان انا اصر على الذنب وابدا مع الوقت يبقى في الف مع المعصيه، فابدا اعمل ايه؟ ابدا اجهر بيها وابدا اقول عادي ايه المشكله لما اعمل كده. فهنا الكارثه، هنا الكارثه الحقيقيه. والنفس تدعو الى الطغيان وإصرار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. زي ما قلنا قبل كده كل واحد فينا جواه أسدين، أسد أبيض يدعو إلى الخير وإلى البر وإلى الهدى والتقى والعفاف والغنى، والداعي الثاني داعي للشر والسوء ودفع الإنسان لفعل الإيه؟ فعل المنكرات وعدم الاكتراث لفعل الإيه؟ لفعل أي طاعات. جواك أسدين، واحد أبيض واحد أسود. من الآخر اللي هتغذيه أكتر هو اللي هياكل التاني، هما الاتنين موجودين. يعني قلما قلما من نجد أن الأسدين أبيض، ممكن نلاقي في واحد كتير يبقى جواه أسدين سود جامدين، وده بقى خلاص ده طمس على قلبه وكفر بالله وألحد، وبقى الأسود اللي مفيش عنده خير، تقعد تدور كده قلما لما تلاقي خير. لكن أغلب المسلمين والمؤمنين واقعين في الطبقة دي، طبقة اللي هو جواه خير وجواه شر. اللي هغذيه اكتر اللي هديله صلاه وهديله اذكار وهديله قيام وهديله، بس احيانا كده الاسد الاسود بيعمل حاجه غلط فيجي الاسد الابيض يضربه يقول له لا اتقي الله، فيرجع يخاف يخنس. لكن المشكله لو انا غذيت الاسود الاسود اكتر، ما بقاش فيه صلاه، ما فيش فيه اذكار، ما فيش روح، مش بتحصن بحاجه، ما فيش قران، ما فيش انفاق في سبيل الله، ما فيش فعل خيرات، ما فيش بيتعلم علم شرعي، ما فيش صحبه صالحه تعينه على طاعه الله، فالاسد الاسود عمال يحصل ايه؟ يكبر، اسمع موسيقى، اسمع اغاني، يلا اتفرج، يلا اسمع، يلا اتكلم، يلا عمال يكبر. والاسد الابيض ده غلبان قوي، صغير هش، كل فين وفين لما يديله طاعه. لما يجي الاسد الابيض ده يشوف حاجه منكره ويجي يامر معروف ينهى عن منكر، الاسد الاسود يضربه ويقول له انت رايح فين؟ ده احنا تخرب بيتنا، لا ده انت لو امرت معروف ونهيت عن منكر ده الناس هتفضحنا، ده الناس هتشتم فينا، ده الناس فيفضل يخوفه، يفضل يخوفه. فيفضل الاسد الابيض ده شايف الحرام وما يقولش يا جماعه ما ينفعش تعملوه، وشايف الحلال الناس مقصره فيه وهو اول المقصرين وما يمرش بيه. ليه؟ خايف من الاسد الاسود، هيضربه، هيخوفه، هيرعبه. فتلاقي ناس كتيره شايفه الحلال والحرام، شايفه ناس بتفعل الحرام وساكت، ومقصر في الحلال وساكت. ليه؟ خايف، هو هش. الاسد اللي هتغذيه اكتر هو ده اللي هيبقى ايه؟ اكبر في قلبك، لغايه ما نوصل مرحله بقى يبقى الاسدين بيض ومعاك في الطريق، وهي دي بقى النفس المطمئنه. يميل إلى هذا الداعي مرة وإلى هذا مرة، وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف الله سبحانه وتعالى النفس في القرآن بثلاث صفات: نفس مطمئنة، نفس لوامة، نفس أمارة بالسوء. فاختلف الناس هل النفس واحدة وهذه أوصاف لها، أم للعبد ثلاثة أنفس؟ يعني أنا جوايا ثلاث نفوس، واحدة مطمئنة، واحدة لوامة، واحدة أمارة بالسوء. فالأول قول الفقهاء والمفسرين إن هي نفس بايه؟ بصفات.
والثاني قول كثير من اهل التصوف، كثير من اهل التصوف انه ايه، يقولون انهم ثلاثه انفس، كثير بيقول بهذا الكلام. التحقيق في هذا الامر، الجمع بين الامرين، انه لا نزاع بين الفريقين اصلا، فانها نفس واحده باعتبار ذاتها. انا عندي نفس، نفس كل نفس بما كسبت رهينه، يبقى في نفس واحده وثلاثه ايه، وثلاثه صفات لهذه النفس، اما بقى انه يغلب عليها انها نفس اماره بالسوء، او يغلب عليها انها نفس لوامه، او يغلب عليها انها نفس ايه، نفس مطمئنه. نفس المطمئنه اذا سكنت النفس الى الله عز وجل، واطمأنت بذكره، وانابت اليه، واشتاقت الى لقاء الله، وانست بقربه، فهي مطمئنه، وهي التي يقال لها عند الوفاه: يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نسال الله سبحانه وتعالى نفوسا مطمئنه. ده النفس الايه؟ المطمئنه. وده من الامور المهمه جدا جدا الانسان يدرك هذا الامر، وان راس مال الانسان الحقيقي في وقته. النفس المطمئنه دي كان بيستثمر وقته صح، ما كانش بيضيع وقته. ولذلك قال ابن القيم كلام قيم وقلناه كتير، يكتب بماء من ذهب، انه قال ان اضاعه الوقت اشد من الموت، لان الموت انقطاع عن الناس، واضاعه الوقت انقطاع عن رب الناس. كلام يكتب بماء من ذهب. دي النفس المطمئنه، ان وقته غالي، الدقيقه بتفرق، الساعه وقته ماشي بجدول، وعامل انجازاته بين الصلوات، انا هصلي العصر هعمل كذا، وهصلي المغرب هعمل كذا، هصلي العشاء هعمل كذا، هنام بقى بدري عشان عندي الفجر، عشان من الفجر الشروق هعمل كذا، وبعد كده هنام شويه وعندي شغلي، من شغلي لحد الظهر هعمل كذا، ومن الظهر دائما مشغول بايه؟ بتقسيم وقته بين الصلوات، ووقته عنده غالي. ان اضاعه الوقت اشد من الموت، لان الموت انقطاع عن الناس، واضاعه الوقت انقطاع عن رب الناس. ودي من الاقتباسات، كلام قيم لابن القيم رحمه الله. النفس الثانيه النفس اللوامه، قالت طائفه: هي التي لا تثبت على حال واحده، فهي كثيره التقلب والتلون، فتذكر وتغفل، وتقبل وتعارض، وتحب وتكره، وتفرح وتحزن، وترضى وتغضب، وتطيع وتتقي وتعصي. نفس لوامه، عماله تروح وتيجي، تروح وتيجي، تروح وتيجي. طب تروح وتيجي ده اكيد احسن من اللي اقل منه، اللي هو النفس الاماره بالسوء، تؤمر بالفجور، تؤمر بهك الستر، وتؤمر بالفاحشه، تؤمر بالكبائر، تؤمر الانسان بانه يفعل المحرمات، فهو اكيد النفس اللوامه دي اعلى درجه. يبقى انا عندي نفس اماره بالسوء اللي اعلى منها شويه، النفس اللوامه اللي اعلى منها شويه، النفس الايه؟ المطمئنه. اغلب الناس في الشريحه دي لا النفس اللوامه، والواحد يحمد الله ان هو نفس لوامه، وان شاء الله باذن الله يدعو الله ان هو ايه؟ يصل الى النفس المطمئنه. وقالت اخرى: هي نفس المؤمن. قال الحسن البصري: ان المؤمن لا تراه الا يلوم نفسه دائما، يقول: ما اردت هذا، لما فعلت هذا، كان هذا اولى من هذا، او نحو هذا الكلام. وقالت اخرى: اللوم يوم القيامه شديد، فان كل احد يلوم نفسه ان كان مسيئا على اساءته، وان كان محسنا على تقصيره. بص ابن القيم يقول ايه، يقول ابن القيم رحمه الله: وهذا كله حق، واللوامه نوعان، يعني طبقه اللوامه دي درجتين، لوامه ملومه، ولوامه غير ملومه. اللوامه الملومه هي النفس الجاهله الظالمه التي يلومها الله وملائكته، اما اللوامه غير الملومه، وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعه الله مع بذله الجهد والتوبه والاستغفار، فهذه غير ملومه في الاخره. واشرف النفوس من لامت نفسها في طاعه الله، واحتلمت ملام اللوام في مرضاته، فلا تاخذها في الله لومه لائم، فهذه قد تخلصت من لوم الله في الاخره. واما من رضيت باعمالها ولم تلوم نفسها ولم تحتمل في الله ملام اللوام، فهي التي يلومها الله عز وجل في الاخره. لذلك قال عمر: حاسبوا انفسكم، انتوا حاسبوا نفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا الاعمال قبل ان توزن عليكم. هي دي النقطه بقى، هي دي الخطوره كلها هنا، ان في نفس لوامه لو هو بيلوم نفسه في الدنيا ان شاء الله باذن الله لا يلام في الاخره، لانه عمال رجع وتواب وبيستغفر وبتستغفر ليل نهار، فان شاء الله هذا اللوم اللي بيلوم نفسه على هذا الفعل ان شاء الله لا يلام في الاخر. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هو حاسب نفسه وعرف ان هو مقصر، وتاب واستغفرت لله، وتابت ورجعت وانابت لله سبحانه وتعالى،
ده بيلوم نفسه، فلومه لنفسه في الدنيا ان شاء الله هيحجب عنه غضب الله في الاخره، والعكس بالعكس، ممكن يبقى انسان يعلم انه مقصر ولا يتوب ولا يستغفر، انا مقصر، انا عارف اللي بعمله حرام ومصر على الذنب والمعصيه، ده هيلام من الله في الاخره. النفس الاخيره النفس الاماره بالسوء، وهذه النفس المذمومه فانها تامر بكل سوء، وهذا من طبيعتها، فما تخلص احد من شرها الا بتوفيق الله. يا شباب اكثروا من الدعاء، والله لا حول ولا قوه الا بالله، والله اقسم بالله لا حول ولا قوه الا بالله، اوعوا تركنوا على اعمالكم، وجئنا ببضاعه مزجاه فعلا، اوعى تركن على عملك، اوعى تقول انا صمت انا عملت انا حجيت انا اعتمرت، اوعى تركن على عملك، توكل على الحي الذي لا يموت، وجئنا ببضاعه مزجاه، اعمالنا اللي عملناها هي ممكن ما يكونش فيها اخلاص، ممكن ما يكونش كما ينبغي، ممكن يكون فيها تقصير، ممكن يبقى فيها مشاكل، انما يتقبل الله من المتقين. طب هل انا من المتقين عشان ربنا يتقبل مني؟ فانا هركن وهعتمد بقلبي على الله الواحد الاحد الحي الذي لا يموت، اياك نعبد واياك نستعين. يبقى اكثر من الدعاء، الح في الدعاء، انكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى وتذلل لله سبحانه وتعالى حتى يقبل منك الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، الاعمال الصالحه جميله وحاجه ان شاء الله في ميزان حسناتنا، لكن الدعاء والذكر والاستغفار والتوبه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكار الصباح والمساء، كل دي حصون ما ينفعش المؤمن يغفل عنها، لو غفل عنها هيضيع في وسط الفتن اللي احنا فيها دي، والله اقسم بالله هيضيع فتن. انا بقعد مع زوجتي تقول لي شفت اللي حصل، مش عارف شفت اللي حصل، كل شويه تجيب ثلاث اربع اخبار، كل يوم اخبار تتودي في داهيه، سواء بره ولا جوه، متابعه الاخبار وتجيب وتبعت لي على الواتس وتقول لي بص شوف بص شوف، ايه ده؟ ايه كم الفتن دي؟ ايه كم الزلازل والبراكين والحروب والاعاصير وايه ده؟ احنا رايحين فين؟ فتن شديده، فتن كموج البحر، ستكون فتن كقطع الليل المظلم. طب انا مش بقول الكلام ده عشان نخاف، ومطلوب ان احنا نخاف، بس مطلوب بقول الكلام ده بالاستعداد، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، احنا مستعدين ولا لا؟ احنا جاهزين ولا لا؟ يعني النهارده لو لا قدر الله حصل حرب، ولا لو حصل حاجه، ولا حصل مشكله، ولا جاهزين؟ جاهزين للفتن، وجاهزين للابتلاءات، وجاهزين للشبهات اللي عن الدين، فاحنا لازم نستعد بقوه. وخلاصه القول ان النفس واحده، ان النفس واحده، اما اماره او لوامه او مطمئنه، او قل اماره ثم لوامه ثم مطمئنه، وهي غايه كمال النفس وصلاحها، فهي نفس واحده والصفات ايه؟ مختلفه. قد تكون نفس فيها جزء امار بالسوء وجزء لوام، ويغلب عليها انها مطمئنه، يبقى الانسان بيجاهد نفسه ان هو يعني يدفع بالاماره واللوامه الى الجزء اللي هو متبقي من الاماره واللوامه الى ان تكون ايه؟ نفس كامله مطمئنه. ده محتاج مجاهده، محتاج صبر، وممكن تكون نفس اماره يغلب عليها انها اماره بس فيها احيانا شويه لوم واحيانا فيها شويه خير، يبقى يحاول يكسر من اللوم ويكسر من الخير ويقلل تماما من الايه؟ من الاماره. يعني هي نفسك دي لازم تتابعها، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره. يعني سهل قوي ان انا بقى قدام الناس حلو وجميل وزي الفل، انا من جوايا انا عارف ان عندي مشاكل، يبقى سيبك من نظره الناس، ما يهمكش الناس. كانت من القواعد المهمه جدا يعني في علم السلوك وعلم النفس، قاعده 20 40 60، قاعده دي مهمه جدا، قاعده 20 40 60، يقول لك وانت عندك 20 سنه تبقى مشغول قوي راي الناس فيك ايه، وانت عندك 40 سنه تقول انا مش فارق معايا، اللي يقول يقول اللي ما يقولش مش فارق معايا، وانت عندك 60 بتكتشف ان انت اصلا ما كنتش في اهتمامات الناس، الناس بترد عليك وبترد على غيرك، فانت اصلا مش في اهتماماتهم، فانت ضيعت سنين كتيره قوي في عمرك وانت شاغل نفسك بالناس، اشغل نفسك برب الناس. ابدا بقى من بدري، نصيحه بقى للشباب من صغره، ما تهتمش بكلام الناس، اصلح ما بينك وما بين الله يصلح لك ما بينك وبين الناس. ما تظلش شاغل بالك عايز اعمل بوست مثلا معين، وعايز اقول كلمه وعايز اقول راي، بس انا قلت كده هيشتموا فيا، لو انا قلت ان انا بحب المشايخ الفلانيه هيقولوا دول مشايخ امن دوله ومشايخ عملاء سلطان وهيشتموا فيهم وهيشتموا فيا، لا انا مش هقول الكلام ده، طب هقول والله اسمعوا كلام فلان، لا هيطلع الناس تشتم فيا، فابقى عامل هاله جوايا كبيره جدا خايف الناس تقول ايه. لا ما تخافش، اذا علمت الحق فالزم. انا بقول انا رامي فريد، انا دعوه سلفيه، انا مشايخي مشايخ الدعوه السلفيه في اسكندريه، الشيخ محمد المقدم، الشيخ ياسر برهام، الشيخ احمد فريد، الشيخ سيد العفاني، الشيخ عادل النصر، الشيخ احمد خليل، الشيخ دول مشايخي، هم دول مشايخي، اللي عاجبه عاجبه مش عاجبه يشرب من اي بحر جنبه،
هو ده الطريق اللي انا ارتضيته والتزمه وملتزم الركب فيه. قاعده 20 40 60 دي خطيره جدا، ان فعلا وهو عنده 20 بيبقى مشغول بكلام الناس، 40 بيبدا يقول مش فارق اللي يقول 60 بيكتشف ان هو اصلا ما كانش في حسابات الناس اصلا، يعني الحياه ما كانتش واقفه عليه ولا حاجه، ده الناس عدقت عليك وعلقت على غيرك وشتمت فيك وشتمت في غيرك، وايهما اصح وايهما كان على الطريق الله اعلم. فما تشغلش بالك بالناس واشغل نفسك برب الناس. في جزئيه بس محاسبه النفس، علامه استيلاء النفس الاماره بالسوء على قلب المؤمن عدم محاسبه النفس والتضييق عليها وسؤالها ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه عملت كده؟ ليه قلت كده؟ اللي ما بيحاسبش نفسه ده يا شباب دي علامه من علامات اماره ان النفس دي غالبا اماره بالسوء. عشان كده ابن القيم قال جمله خطيره جدا، ان من علامات مرض القلب ان لا، حد فاكر؟ حد فاكر من اللي معانا ولا ايه؟ الاقتباسات اللي كنا بنكتبها، ان لا ايه؟ ان لا تؤلمه جراحات المعاصي. النفس لو يغلب عليها انها اماره بالسوء ونفس عاصيه خلاص، دي علامات مرض القلب واضحه اهي، لا تؤلمه جراحات المعاصي. ممكن يزني وما يتأثرش، ممكن يشرب خمر وما يتأثرش، ممكن تبقى صحبته سوء وما يتأثرش، مش فارق معاه ودايس ومكمل. دي من علامات مرض القلب، بخلاف واحد تاني وقع في ذنب وتاب واستغفر ورجع وقوام وبيصرش على الذنب وبيتوب ويستغفر ويقول يا رب احفظنا يا رب استرنا يا رب. اه ده دي من علامات بقى ايه صحة القلب. لكن من علامات مرض القلب ان لا تؤلمه جراحات المعاصي، تبقى بتعمل ذنوب ومعاصي وبتتفرج على افلام اباحيه وبتكلم ناس في الحرام وبتعمل وبتشرب ومش فارق معاه، مش حاسه ان عادي يعني، مع كل اصحابي يعملوا كده. تاني يجي يقول مع كل اصحابي يعملوا كده، بيشربوا مخدرات وبيروحوا بيسافروا مش عارف يطلعوا فين ويروحوا يعملوا ايه ويروحوا فندق مش عارف ايه ويجيبوا معاهم مش عارف ايه، مش فارق معاه. دي من علامات مرض القلب. فهنا بيقول لك حاجه خطيره جدا جدا، ان من علامات استيلاء النفس الاماره بالسوء على قلب المؤمن عدم محاسبته. هحاسبها على ايه؟ هو مش شايف ان هي غلطانه، ده هي تمام وزي الفل ومريحاني، هحاسبها على ايه؟ فدي من علامات استيلاء النفس الاماره على الايه؟ على النفس. فحق على الحازم المؤمن بالله وباليوم الاخر كده، العشاء بتاذن، العشاء بتاذن كده في القاهره، فاحنا ان شاء الله يعني ايه باذن الله تعالى يعني قدامي 7 دقايق ان شاء الله خلص باذن الله عشان نلحق الصلاة بس بإذن الله. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بها كنزا من كنوز الجنة. لا حول ولا قوة إلا بالله، احنا قاعدين مع بعض كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وانتوا قاعدين معايا كده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله، سبحان الله، لا اله الا الله، الله اكبر. رطبوا الالسنه بذكر الله. احنا قاعدين مع بعض ربع ساعه، ثلث ساعه، نص ساعه، اكسروا، الله اكبر، الله اكبر، شاء الله. اكسروا من الدعاء والاستغفار، عندنا جبال من سيئات، نسال الله السلامه، مين فينا ما عندوش ذنوب؟ مين فينا ما عندوش معاصي؟ نسال الله السلامه من كل ذنب او معصيه. وبالتالي يا شباب رطبوا الالسنه بذكر الله، فعلا 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 يا حبيبي يا رسول الله. فعلا والله. يعني شوف النبي يقول لك ايه صلى الله عليه وسلم، اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها زي الاسيك. وقعت في ذنب يلا استغفر، استغفر، توب، تصدق، صوم، يلا اتبعها اتبعها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان احنا بشر ويعلم ان جوانا شهوات وجوانا غرائز واحيانا بتغلبنا واحيانا بنغلبها. طب لو وقعت يلا توب واستغفر، وقعت في الحفره قوم نفض هدومك وكمل، ما تقعدش تعيط، خلاص وقعت في ذنب خلاص توب واستغفر ولا تمل من الاستغفار ولا تمل من التوبه ونفض هدومك وكمل. اتقي الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحو وخالق الناس بخلق حسن. قال تعالى ان الحسنات ايه؟ يذهبن السيئات. اكثروا من الحسنات، غلفوا السيئات دي، حوطوها الذنوب والمعاصي دي حوطوها بطاعات وعبادات. مع الوقت هتتفتت، مع الوقت هتضيع. كما قيل ان علي بن ابي طالب قال لا صغيره، لا صغيره مع الاصرار ولا كبيره مع الاستغفار. واحد عنده كبائر، الكبائر دي هتتفجر مع الايه؟ مع الاستغفار. طب واحد عنده صغيره ومصر عليها، الصغيره هتكبر. واحد بيشرب سجاير يقول لك دي صغيره، طيب الصغيره بعد سنه واتنين بقت صغيره؟ لا، بقت في حق الكبائر. واحد بيستهين بالصغائر يقول لك يا عم لا صغيره ما فيهاش حاجه، يعني مشكله ما سمعت حاجه ولا اتفرجت على حاجه، يعني دي صغائر. ايوه الصغائر والاصرار عليها تتحول الصغيره الكبيره. طب انا واحد عمل كبيره عايز اتوب، استغفر. فلا كبيره مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإيه؟ مع الإصرار.
مع الإصرار. هختم بس بجزئية مهمة جدا في محاسبة النفس، محاسبة النفس على التقصير في الطاعة، محاسبة النفس على الإخلاص في العمل والنصيحة لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، محاسبة النفس أن يحاسب الإنسان نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعل. يعني لو ما كنتش عملت الفعل ده كان هيبقى أفضل ليا، كان هيبقى حسناتي أكتر، كان هيبقى حسناتي أفضل. زي ما يجي واحد مثلا بعد صلاة الفجر يقرأ قرآن، ده يقطع أذكار. واحد يجي ما بين الأذان والإقامة يقرأ قرآن، ماشي اجعل ليك جزء مثلا 2 3 5 دقايق يقرأ قرآن، لكن ده وقت استجابة الدعاء. ما بين الأذان والإقامة ده وقت استجابة الدعاء. فالإنسان يحاسب نفسه حتى على التقصير في الأفضل عن المفضول. يبقى الشيطان حتى لو لقى الإنسان مصر على الطاعة ياخده في الإيه؟ طب في الطاعة اللي أجرها أقل. يعني واحد عايز يصوم مثلا يوم اثنين، بين يوم مولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ترفع فيه العمل، قلت ما تصوم الثلاث، بلاش الاثنين. الثلاث هيؤجر برضه، يوم جاهد في سبيل الله ويوم ان شاء الله يبعد عنه النار صحيح. لكن ده يوم كان هياخد فيه فضائل كتير قوي. يقول له لا بلاش تصومش الاثنين، صوم الحد، طب صوم الثلاث، طب صوم الاربع، ابعد عن الاثنين والخميس. يعني لو صام الاثنين والخميس الاجر ايه؟ الاجر اكبر واعلى، ويوم ترفع فيه العمل. ان يحاسب نفسه على امر مباح لما فعله، وهل اراد به وجه الله والدار الاخره فيكون رابحا، او اراد به الدنيا. حتى في الحاجات البسيطه ده الانسان بقى اللي هو الايه؟ اللي فاهم وبيحاسب نفسه. في فوائد محاسبة النفس آخر نقطتين أختم بيهم، والمرة الجاية هنتكلم على كلام مهم جدا 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 في أعمال القلوب. فوائد محاسبة النفس: الاطلاع على عيوب نفسه. الإنسان اللي بيحاسب نفسه ده اللي بيعمل بكلام سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. خطيرة جدا. أقول لكم حاجة سريعة كده حلوة: عودوا نفسكم قبل ما تناموا دقيقة واحدة، مش هقول لكم 10 دقايق، دقيقة واحدة استغفروا وتوبوا عن ذنوب اليوم. يعني قبل ما تناموا نصيحه، ودي اقتباس، دوروها بقى انتوا شوفوها تصوروها ازاي. اقتباس: اجتهد ان تتوب وتستغفر قبل النوم يوميا. يعني قبل ما تقول اي ايه الكرسي وتقول دعاء النوم، استغفر الله. افتكر كده، مر كده بيومك كله سريع، شوف انت اكلت مين، حق مين، ظلمت مين، جبت سيره مين، قصرت في صلاه ايه. دقيقه دقيقتين بس سريع كده، وتوب واستغفر. ده واحد كده هيبقى رجاع على طول. عود نفسك على كده، هتاخد منك مجهود شويه، هتاخد منك مجهود شويه، بس بعد سنه مثلا مجاهده هتبقى شيء طبيعي جدا ان انا قبل ما انام اتوب واستغفر عن كل ذنوب اليوم. ان شاء الله هبقى في الاخر كده لما اجي اموت هتبقى ايه؟ ان شاء الله باذن الله يعني الكتاب هيبقى خفيف خفيف. فالاطلاع على عيوب نفسي، ومن لم يطلع على عيوب نفسه لم يمكنه ازالتها. واحد مش عارف عيوبه، شايف، عشان كده بقول لك يوميا اقعد مع نفسك دقيقه بس، دقيقه واحده، راجع الذنوب بتاعت اليوم عشان تعرف العيوب وتعرف تتوب عنها. لو واحد مش متمرن على كده هيفضل دايس بنزين في الحرام وهو مش شايف اصلا عيوبه. ده امر. الامر الثاني: ان يعرف حق الله تعالى عليه، فان ذلك يورثه مقت نفسه. شايف يقول انا عملت وعملت، يعرف حق الله، تعلم اسماء الله الحسنى، تعلم صفات العلى، يعلم ان الله سبحانه هو الجليل، هو الكبير، هو الواسع المحيط، الرحمن الرحيم. فمهما فعل من افعال فالله رحمن رحيم، وباب التوبه مفتوح، فلا يقنط من رحمه الله ولا يتكبر بفعله. زي ما قلنا: وجئنا ببضاعة إيه؟ مزجاه. وأن الله سبحانه له حق عليه أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ودي اقتباسة مهمة جدا، الاقتباسة دي: أن الله سبحانه وتعالى له حق علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كما قال تعالى في سورة الرحمن: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يعني سلم يقعد يتفكر كده في اسماء الله وصفاته، ويتفكر في نعم الله، كيف ان الله وهبه المال، وهبه الزوجه، وهبه الصحه، وهبه وهبه الايمان بالله، كل دي هبات ونعم من الله سبحانه وتعالى. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل يرد الاحسان وهذه النعم بالذنوب والمعاصي؟ نسال الله سبحانه وتعالى يعني السلامه من كل ذنب او معصيه. اللهم انعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وحق الله علينا افراده بالتوحيد والعمل الصالح واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. المره الجايه ان شاء الله باذن الله هنتكلم على عمل مهم جدا، من او عملين من اعمال القلوب، نتكلم عن الصبر والشكر. اسمعوا كلام في الصبر والشكر المره الجايه رائع باذن الله تعالى. نسال الله سبحانه وتعالى على الاخلاص. يعني ابقوا معنا بقى السبت القادم باذن الله ان شاء الله. ربنا يعني ايه يرزقنا الاخلاص في القول والعمل والتقوى في السر والعلن. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحمنا برحمته الواسعه، وان يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارحمنا وارض عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا، الرحمن الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار رب العالمين. اللهم سدد رمي مجاهدين ومربطين في غزه رب العالمين. اللهم زلزل الارض من اسفل اليهود الملاعين. اللهم تقبل منا الدعاء لاهل غزه، واغفر لنا التقصير
في حقهم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على رسول الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.